أربعة للبودكاست. للبودكاست. عصابة عمرها يقارب 400 سنة تحكم العالم السفلي وتعمل كل الأعمال القذرة، قمار وابتزاز ودعارة ومخدرات وأسلحة كمان ممنوعة، تجارة بالنساء، ومع كل ذلك ترى إنها البطل القومي الخارج عن القانون، وإنها الشر الذي لابد منه، اللي هي مافيا الياكوزا. إيه اللي بين سطورها؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض. أهلا بيكم أصدقاء الساعة 11 في حلقة جديدة من موسمنا الرابع المنظمات السرية. النهاردة هنبعد عن ضجة المؤامرات والنظريات، لكن الأكيد اللي مش هنبعد عنه أبدا هو الشر والفساد، والمرة دي هنتكلم عن الفساد كله، مافيا الياكوزا اللي مفيش فساد إلا وبتعمله، يعني من الآخر واخدينها كده رايح جاي، وبيعتبر جرائمها مصدر دخل ليها كمان، ومافيا ليها نظام مش هتلاقيه في أي مافيا تانية. مش هطول عليكم في المقدمة عشان خلاص احنا بقينا أهل، حضروا كوباية القهوة ويلا بينا نبدأ مع بعض. اليابان كلنا عارفين إنها دولة بتتمسك بالقيم والمبادئ ومعترف بيها كواحدة من الدول الأكثر أماناً في العالم، فإزاي دولة زي دي ينشأ فيها أخطر وأقوى وأغنى عصابة في العالم؟ عصابة بتعمل كل حاجة تخطر في بالك. أيوة، كل حاجة تخطر في بالك، ركز قوي في الكلمتين دول. مافيا الياكوزا دي العصابة اللي بتفوق العصابات الأمريكية وكمان الروسية، واللي بيصدم أكتر إنه عدد أفرادها أكتر من عدد أفراد الشرطة اليابانية، وبتقول الياكوزا عن نفسها إنها الشر الذي لابد منه. فتعالوا نرجع لورا حبتين تلاتة ونعرف إيه هو أصل الياكوزا وليه اتكونت وليه قالت عن نفسها إنها الشر الذي لابد منه. في فترة حكم إيدو كان في مجموعة من الناس بيقولوا عليهم البوراكومين، عبارة عن جلادين وجزارين وعمال الدفن وصناع الجلود. المجموعة دي كان المجتمع البوذي والشينوتي بيعتبرهم نجسين ومش طاهرين، لدرجة إنه ممنوع الناس يلمسوهم أو حتى يردوا عليهم التحية، يعني كانوا منبوذين من قبل المجتمع بسبب أعمالهم اللي كانوا بيقوموا بيها. وبقى الوضع ده أكتر سوء لما فرضوا عليهم قرار العزلة القسرية، وصدرت قوانين لطردهم من المجتمع، وكمان حرموا أطفالهم من التعليم وأرسلوا عدد منهم خارج المدن وأجبروهم يعيشوا في بلدات منعزلة خاصة بيهم، وبقى ده حالهم لسنوات عديدة. وفي الوضع القاسي ده إزاي الأبناء اللي هم البراكومين يعني أولادهم هيعيشوا، ومنين هيجيبوا فلوس اللي يشتروا بيها حتى أكلهم، ويصرفوا على أهليهم منين وإزاي، وهم أصلا ممنوعين من الشغل ولا بيقدروا يمارسوا أعمالهم اللي بتعتبر نجسة، ولا بيقدروا حتى ياخدوا منها فلوس. يعني انتوا متخيلين ازاي الوضع النفسي بقى في القبيلة دي المنبوذة دي؟ اكيد صعب جدا 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 كمان. وكان لازم يلاقوا حل، فلاقوا الحل انهم يلجأوا للعالم السفلي، عالم الجريمة. فاتحد البراكومين مع مجموعة اسمها الباكاتو، ودول هم المؤامرين، وكان القمار ممنوع وقتها والحد يومنا ده، فكونوا المجموعتين عصابات خاصة بيهم بتشتغل على حراسة متاجر الباعة المتجولين، تحافظ على سلامتهم مقابل أموال للحماية. ومن العصابات الصغيرة دي اتولدت الياكوزا، الشر الذي لابد منه. انضم للياكوزا 500,000 محارب من الساموراي اللي أجبروا على البطالة في فترة السلام، فبقوا من الرونين يعني المحاربين بلا أسياد. لو عارفين الفيلم اللي من بطولة كيانو ريفز اللي هو رونين 47 أكيد هتعرفوهم أكتر، عشان كده قالوا الناس إن الياكوزا اتكونت من المحاربين دول. لكن الياكوزا نفت الشيء ده تماما وقالت إن الرونين هم اللي انضموا ليهم. الياكوزا بتبص لنفسها إن هي الماشي ياكو، يعني خدم المدينة اللي حملوا السلاح عشان يدافعوا عن القرى، يعني تقدر تقول بيبصوا لنفسهم إنهم شبه أسطورة روبن هود، وهم السند للضعيف والغلبان، وحمايتهم لسكان القرى خلت ليهم شعبية كبيرة قوي.
وده اللي عزز ليهم فكرة إنهم خادم المدينة. وحتى يومنا ده الياكوزا بتبص لنفسها إنها البطل الشعبي الخارج عن القانون. وخلال فترة وجيزة قدرت الياكوزا تفرض سيطرتها في اليابان وتتوسع أكتر وأكتر، وبقت عصابات منظمة ليها قوانينها الصارمة، وهيكل هرمي كمان منظم جدا بيقعد في أعلى الهرم الأويابون، وده زعيم العشيرة والأب الروحي واللي تبقى كلمته مطاعة ومستحيل حد يخالف أوامره. وتحت الأويابون السايكو كومون، وده بقى عامل زي المستشار، يعتمد على فريق من المحامين والمحاسبين والسكرتيرات كمان. وتحته الواكا غاشيرة، وده التاني من حيث السلطة، وهو الوسيط اللي بيعمل على تنفيذ الأوامر وبالذات بتاعة الأويابون. ويجي بعديه الشاتي غاشيرة، وده سلطته أقل من اللي قبله. وبعديه العائلات التانية، وكل عيلة بتتفرع لعائلات أصغر منها ليها أماكنها الخاصة اللي بتحميها بكل الوسائل وليها تخصصاتها كمان. دول عاملين زي الشركة بالظبط وبيمشوا على المسطرة. وآخر الهرم بيبقى فيه العصابات الصغيرة وبيسموها الأولاد أو الأطفال، وكل ولد بقى رئيس في العصابة بتاعته بيدفع إتاوة شهرية، يعني زي الضريبة للعصابة الأعلى منه. ويوم عن يوم أفراد الياكوزا بيكتروا وبيزيد عددهم بشكل مخيف جدا. وفي سنة 1996 حسب إحصائيات الشرطة اليابانية اللي طبعا بتخبي الحقائق بشكل كبير جدا، بلغ تعداد أفراد عصابات الياكوزا حوالي 150 ألف شخص متوزعين على أكتر من 2000 عشيرة كبيرة. وأكبر عصابات الياكوزا في المرتبة الثالثة إيانا غاواكاي، ومقرها في طوكيو ويوكوهاما، وفيها 15 ألف عضو. وفي المركز الثاني عصابة سوميوشي كاي، ودي مقرها في أوساكا وفيها 20 ألف عضو. وطبعا في المركز الأول عصابة ياماغوتشي، ودي مقرها مدينة كوبي وفيها نص جميع العصابات الياكوزا النشطة في اليابان، وتعتبر دي الأقوى ما بينهم، وما بقتش قوية جدا إلا بعد ما تزعمها تواكا اللي بيلقب بعراب العرابين وعراب اليابان. وده شخصية مهيمنة ومؤثرة في عالم الجريمة، ليه مهارات تنظيمية فظيعة جدا جدا، وخلى عصابة ياماغوتشي تقوى وتواجه المجموعات التانية كمان وتوسع من نفوذها وثروتها. وقدروا يهزموا مجموعة هواندا كاي واستولوا عليهم، ودي مجموعة كبيرة جدا شغلهم القمار. وبعديها راحوا لمجموعة ميوكاي من أوساكا وهزموهم وأخذوا حصة كبيرة جدا من مضارب أوساكا. وكل ده ما كانش عاجب كمان تواكا، وأمر رجالته إن هم يواجهوا مجموعة مياوموتو وهددوهم لغاية ما قرروا ينضموا ليهم عشان يسلموا من شرهم. وكده كبرت عصابته وزادت قوتها، والباشا ناوي يضم كل العائلات ليه، لكن ده ليه ما حصلش؟ لأن الأيابون كواداما وقع ميثاق بين ياماغوتشي وعشيرة إيانا غاوا، والتحالف ده منع تواكا يكمل مخططه، وكده نجت 4 محافظات من سيطرته. وبعد ما توفى تواكا بنوبة قلبية، وخلال فترة الحداد المعتادة اللي هي مدتها 3 شهور، استغلت الفرصة الشرطة اليابانية واعتقلت 900 عضو من العصابة على أمل إنها تخلي بعضهم مخبرين وتقدر تفكك العشيرة. لكن تواكا اختار خالفته قبل ما يموت، وهي كمان زوجته فوميكو، واللي امتلكت السلطة 2 شهور وقدرت فيها تخلي العشيرة متماسكة ومنعت الحرب الداخلية لحد ما تم اختيار أويابون جديد ودائم كمان. أكيد كنت فاكر الياكوزا بس رجالة، لا يا باشا، دول ليهم كمان ياكوزا سيدات، يعني الفرع الحريمي بيشتغلوا في أدوار مش رسمية، بعضهم بيهتم بالأعضاء الصغيرين وبيشتغلوا كوسطاء بينهم وبين بعض وبين أزواجهم كمان، والبعض التاني بيديروا مراقص مملوكة لليكوزا أو شبكات دعارة، أو بيشتغلوا في تجارة المخدرات زي نيشومورا ماكو، ودي سيدة ياكوزا، ويقال إنها المرأة الوحيدة اللي شاركت في حفل انضمام العضو الجديد، وده حفل فيه طقوس غريبة جدا وأجواء بقى مش هحرق عليكم التفاصيل دي عشان هنتكلم عليها دلوقتي. المهم دي ماكو كانت قوية جدا، ومفيش راجل قدر يتغلب عليها في القتال، اترقت وبقت عضو رفيع في المستوى، ولما ارتكبت غلطة قطعت صباحها بمهارة
كنوع من أنواع العقاب. وبعديها بقت الياكوزا تطلب منها تقص صباع أي عضو مش قادر يقص صباعه، ولقبوها بسيدة قطع الأصابع. عملت ماكو في تهريب منشط الميثان فيتامين، وبعدها كونت ليها عصابة مستقلة لتهريب المنشط ده، وتم طردها من الياكوزا. وبعد ما دمرت حياتها وحياة غيرها، قررت تكمل حياتها بشكل طبيعي وتهتم بأطفالها، وقالت إنها كمان عاوزة تكون نافعة لمجتمعها، وقالت إن عالم الجريمة هو اللي اداها الاحترام في شبابها، لكن مش عاوزة تكمل فيه عشان ما تكونش صورة سيئة للنساء. لأ يا جماعة، كلنا بجد هنقف ونسقف للشخصية المرموقة دي، أنا بجد اتأثرت. ومافيا الياكوزا عكس العصابات التانية اللي بتكون مستخبية في أماكن غير معروفة، لأ طبعا دول ليهم مقرات وشركات معروفة، حتى الشرطة اليابانية عارفاها، والياكوزا قواعد صارمة جدا ليها، وده عشان يؤكدوا على الولاء والشرف والطاعة، وده مهم جدا ليهم. ولو فكرت في يوم عزيزي المستمع تنضم للياكوزا، فجهز نفسك للطقوس دي، بتقف قدام زعيم عصابتك وحواليك مجموعة من الأفراد اللي مش لابسين حاجة خالص، طبعا ما تقلقش الوشم مغطي جسمهم كله فمش هتشوف حاجة، وهنعرف بعد كده حكاية الوشم ده. بتقف وبتقسم انك تحترم كل قواعد الياكوزا وبتطيع كل الأوامر مهما كانت، وبتقسم انك تحترم كل أفراد الياكوزا، وبتقسم انك كمان مش هتتعرض للكاتاغاي، ودول هم الناس العاديين، طول ما هم ما خالفوش القوانين العامة اوعى تعمل لهم حاجة، وانتبه واوعى يطلع سر من أسرار الياكوزا برا، لأن التمن اللي هتدفعه غالي جدا، وبعديها تجرح نفسك وتنزل نقط دم من دمك، ده عشان بس تتأكد على قسمك وولائك، وبعديها تشرب الساكي احتفالا بك أيها الفرد الجديد. وما تستعجلش، باقي لك آخر حاجة، ودي أهم حاجة في الياكوزا، لو هي مش عندك انت كده مش منهم ومش هتبقى فرد منهم. وقبل ما اعرفك على الحاجة دي، احب افكرك لو كنت اول مرة تسمعنا ولا لسه مشتركتش معنا في القناة، اشترك فيها واضغط على جرس التنبيهات عشان ما تفوتكش اي حلقة من الحلقات الجامدة دي. وطبعا ما تنساش تقسم الولاء لينا، وانك لا 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 ما عندناش احنا الكلام ده، فخلونا نكمل مع بعض. وعشان تبقى عضو ياكوزا حقيقي، لازم لازم كمان مرة الوشم، وبالظبط الوشم اللي لسه متكلمين عنه، هو ده زي هويتك الشخصية بالظبط، وده اللي بيدي لك القيمة في وسطهم. وكل ما كان وشمك معقد وبيغطي كل جسمك، معناه انك قوي وليك مكانة كبيرة، والوشم ما يكونش بالمسدسات الحديثة، ده انت غلبان قوي، اوعى تعمل كده وتدنس تاريخ الياكوزا، ده الوشم بيتعمل بالطريقة التقليدية، أيوة لو كنت عارفها، بإبر الخيزران أو الفولاذ التقليدية. طبعا دي عملية مؤلمة أوي 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 فوق ما تتخيل، لكن إجمد كده أنت بقيت خلاص عضو من ياكوزا. وأحب أفكرك إن أحيانا بيمتد الوشم ده لسنة كاملة، وده يا عزيز المستمع حفل انضمام الفرد الجديد للياكوزا، وبعض عائلات الياكوزا بتأمر الفرد إنه يتخلى عن أسرته وأصدقائه وينسى حياته السابقة تماما، ويبدأ حياة جديدة مع أسرة جديدة. والغريب إن أفراد الأسرة بيعتبروه ده فخر ليهم، لأنهم أساسا كانوا منبوذين ومش مرغوب فيهم. ولو يوم لا قدر الله وفشلت في مهمة أو أسأت لتاريخ الياكوزا الشريف، حضر نفسك لواحدة من العقبات اللي جاية. أشهر عقاب في الياكوزا يا عزيزي المستمع هو إنك تقطع صباعك السبابة بمعنى أصح، وبالذات الأيسر. أيوة هو ده بالظبط، بتيجي وبتاخد مقص أو سكينة أو أي آلة، ما بتفرقش يعني، المهم إنك تقطع صباعك السبابة وتقدمه لرئيسك، وده اعتذار عن الغلطة اللي انت عملتها، ولو غلطت تاني ده يعني إن انت هتفقد صباع كمان، فركز بقى كده في مهمك عشان ما تخسرش كل صوابعك. وعادة قطع الإصبع دي نشأت في عهد توكوغاوا، وكانوا بيعملوا بيها لأنه خسارة الإصبع بيضعف من قبضة يد رجل العصابات على حمل السيف، وده يخليه يعتمد على بقية المجموعة في حمايته. ولو كنت بتمشي في شوارع اليابان وقابلت حد صباعه السبابة بتاعه مقطوع، اعرف إنه من الياكوزا، لكن ده كان زمان، لأن الوضع دلوقتي بقى مختلف، وبقى أعضاء الياكوزا بيلبسوا أطراف صناعية عشان محدش يعرفهم، وبيتجنبوا الظهور بشكل ملفت، بالذات بعد تشديد الشرطة اليابانية وتضييق النطاق عليهم
وده هنتكلم عليه بس بعد شوية. ولو كانت أمك دعيالك ممكن بقى ما تقطعش صباعك، لكن يتم تسريحك مؤقتا أو يستدعيك رئيسك في بعض المهمات الخطيرة اللي ممكن تفقد فيها روحك أصلا. لكن ما تقلقش، المرة دي حماتك هي اللي بتدعي لك. ممكن رئيسك يقولك يلا مش عايز أشوف وشك تاني، وكده يكون نفوك عن عالم الياكوزا ومستحيل تعيش حياتك طبيعي. لو مشوك من الياكوزا هتبقى مراقب طول الوقت، ولو شكوا فيك بأي حاجة ممكن باي باي كده للحياة في غمضة عين. خد بالك بس. وحتى لو أخدت بالك لكن ما عندكش حظ وتورطت في حاجة كبيرة، أو حاولت تلعب بالنار، أو تعاونت مع الشرطة لا قدر الله في حاجة بدون إذنهم، ده أنت كده مصيرك الإعدام، فخليك كده على قطع الصباع أحسن ليك. ونيجي بقى لمصدر دخل الياكوزا، ودي حاجة تانية خالص. كل شيء قذر في العالم السفلي مصدر دخل ليهم: الأفلام الإباحية، شبكات الدعارة، الابتزاز، القمار، غسيل الأموال، الاختيال والتجسس، تهريب الأسلحة الممنوعة، المخدرات، ومفيش مخدرات تدخل لليابان إلا عن طريق الياكوزا، ودي أكتر تجارة مربحة بالنسبة لهم. ومش بس بيتاجروا بالمخدرات، ده كمان بيتاجروا بالنساء، وبالذات البنات الصغيرين اللي من دول تانية كانوا بيخدعوهم إنهم بيشغلوهم في أعمال مربحة وشريفة، ولما يجوا بيلاقوا كل اللي اتقال كده، وبيبقى مصيرهم عالم قذر مفيش مفر منه. وأعمالهم مش داخل اليابان وبس، دي كمان وصلت دول آسيوية تانية. الياكوزا ما كانتش بس بتشتغل في العالم السفلي، دي عندها أعمال قانونية كمان زي البنى والعقارات والتمويل، وليهم أسهم في شركات كبيرة جدا ومشروعة. وكانت العقارات أول عمليات الاحتيال الكبيرة اللي قامت بها الياكوزا في الثمانينات في القرن العشرين. بدأت الياكوزا ترسل رجالها لخارج اليابان عشان تشتغل لصالح وكلاء العقارات، وده ساعدهم يكون ليهم عقارات مشروعة، لأن أصحاب الشركات والعقارات نفسهم بيستأجروا حد من الياكوزا لو عايزين يهدموا منطقة سكنية ويعملوا فيها مشروع جديد، لكن هم ما يقدروش يقنعوا مالك الأرض يسيب الأرض بتاعته، فيطلبوا مساعدة من الياكوزا، وهي طبعا ما بتأثرش معاهم وبتعمل أي حاجة عشان الملك يخرج من الأرض دي ويمشي منها. ده الغلبان بيصحى يلاقي فضلات وانتو بكرامة كده في البريد بتاعه، ومرات بيلاقي رسومات وكتابات وحشة على الجدران بتاعت البيت، وأحياناً ممكن يصحى مفجوع بسبب مية الصرف الصحي اللي بتنزل جوه بيته، وأي حاجة ممكن تتخيلوها إن هو خليه يكره البيت بتاعه ويبيعه بتعمله الياكوزا دي. وطبعاً دي حاجة مش جديدة عليهم. وكمان العضو من أعضاء الياكوزا ريوما سوزوكي إن الحكومة خلتهم يقوموا بالأعمال القذرة دي عشان تطور المدن، وطبعاً الشركات الكبيرة مش عاوزة تلوث إيديها وتضر بسمعتها، عشان كده لجأت لعصابات الياكوزا. وطبعاً الحكومة اليابانية نفت أي تعامل بينها وبين الياكوزا، لكن زي ما بنقول على فرعون يا همان، أكيد دي مش حقيقة، لأن الشرطة انكشفت أكتر من مرة وهي بتتعامل مع الياكوزا وبتستفيد منهم. الحاجات دي كلها والشخصيات البارزة دي زي تاواكا وكوداما وغيرهم كمان من أصحاب المناصب الكبيرة خلت الياكوزا أكتر شرعية وساعدتها تطور وتدخل أكتر في مجال الأعمال والأسهم، لحد ما خرجت جرائم ذوي الياقات البيضاء، ودول رجالة بيلبسوا ياقات بيضاء ووظيفتهم ابتزاز الشركات عشان ينفذوا أوامرهم. وفي كتير جدا من الشركات بتيجي لليكوزا بنفسها وتطلب منهم إنهم ينضموا ليها، وبعضها بييجوا يطلبوا قروض كبيرة جدا ما بتقدمهاش أصلا البنوك، وفي المقابل بتسمح الشركات دي لليكوزا إنهم يحصلوا على حصة من الشركة بطريقة مشروعة. وصل عدد الشركات المسجلة في بورصة أوساكا للأوراق المالية 50 شركة كلها ليها علاقة وثيقة بالجريمة المنظمة. وهنا عرفت الياكوزا أن الأعمال المشروعة أكتر ربح من الجريمة، فبدأت تحط خطة للاستثمار في الأسهم، وكانت بتدفع للمشردين مقابل أن هي تاخد هويتهم وتساعدهم في الاستثمار. وفتحوا غرف استثمار في الأسهم اسمها غرف التداول، وكان الربح منها حاجة خيالية جداً جداً. الفترة دي اعتبرت هي فترة العصر الذهبي في تاريخ الياكوزا، لدرجة ان دخلهم تجاوز 80 مليار دولار سنويا. الياكوزا بقت جزء مهم جدا من الثقافة الشعبية اليابانية، لانهم اثروا على الافلام والادب وحتى الموضة، دول بقى ليهم معجبين كمان وناس بيقتدوا بيهم، ودخلوهم للاعمال القانونية
ودخلهم اللي بيوصل للمليارات خلت الحكومة تخاف منهم جدا وتقرر تتخذ إجراءات صارمة ضدهم وتضيق عليهم النطاق. وأصدرت الأول قوانين لمكافحة الياكوزا عام 1991، والقانون ده منع العصابات اليابانية تتورط في أي عمل غير شرعي، حتى بعض الأعمال التجارية القانونية. وزادت القوانين المقاومة للياكوزا، وسنت الحكومة قوانين بتحظر على أعضاء الياكوزا نقل أموالهم، وأرسلت الحكومة عرائض لدول تانية بتطلبها بتجميد أصول الياكوزا. ونجحت الخطة دي كتير جدا، لأن التقارير أشارت إنه عدد أفراد الياكوزا في أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة، مش بس بسبب حملات الاعتقال، لكن عشان الياكوزا بقت تتخلى عن أعضائها لأن الفلوس ما بقتش تكفي لدفع الأجور. في سنة 2011 اتعرضت اليابان لأكبر موجة تسونامي وزلازل وحشية في التاريخ، وبعد الدمار اللي حصل وصل أسطول من أكتر من 70 شاحنة لمدن وبلدات توهوكو اللي فقدت كل حاجة، وكانت الشاحنات فيها أكل ومية وبطانيات أو أي حاجة بتساهم في إعادة بناء حياة السكان. وكان المتوقع أن الإغاثة الأولى توصل من الحكومة اليابانية، لكن المفاجأة أنها وصلت من مافيا الياكوزا. وما اكتفتش الياكوزا بكده، فبعد فترة أرسلت رجالها لمفاعل فوكوشيما النووي المميت عشان تساعد في تخفيف الوضع الناتج عن الانهيار اللي تسبب فيه التسونامي. وما كانتش دي أول مرة تقدم الياكوزا الدعم أو المساعدة زي كده. سنة 1995 بعد زلزال كوبي كانت الياكوزا حاضرة لتقديم المساعدة، ومساعدتهم دي بيقال إنه بسبب قانون ومبدأ ليهم يمنحهم يسمحوا لأي حد يشعر بالمعاناة. دول بيتاجروا بالستات وبيبتزوا الناس، فين بقى تطبيقهم للقوانين دي؟ وبيعتقد ميازاكي، وده مؤلف كتب أكتر من 100 كتاب عن الياكوزا والأقليات، إن الخير متجذر في تاريخ الياكوزا لأنهم عانوا من المجتمع وهما بيحاولوا يساعدوا الناس اللي بتعاني زيهم. يعني كأنه بيقول إن هما عصابة الشر والخير مع بعض. لكن الصحفي تومو هيوكو ما بيتفقش مع المؤلف ده، فهو بيعتقد إن الياكوزا ما قدمتش المساعدة لأنها بتعرف صعوبة الشعور بالمعاناة، لكن ده كله تمثيل في تمثيل ومجرد شو وعرض وخلاص. وقال إن أعضاء الياكوزا اللي بيحاولوا يحطوا نفسهم في مواقف يسمح ليهم يحصلوا على عقود لشركات البناء الخاصة بيهم، وظنوا إنهم إذا ساعدوا المواطنين هيبقى صعب للشرطة تقول عنهم حاجة وحشة. وحتى لما رسلوا رجال المساعدة لمفاعل فوكوشيما ما بعتوش أفضل رجالهم ولا حاجة، لكن بعضوا المشردين والناس اللي عليهم ديون، وبعضهم هددوهم بالضرب عشان يقوموا بالمساعدة دي، وبعضهم وعدوهم بأجور زيادة. وقال حد من الرجال اللي خدعوهم إنه ما تمش منحهم أي تأمين صحي ضد المخاطرة ولا حتى أجهزة قياس للإشعاع، وبيعاملوهم كأنهم زبالة وأي وقت يقدروا يتخلصوا منهم. وبعد ما تلقوا جرعة كبيرة من الإشعاع تم طردهم بدون أي تعويض. دول الناس اللي ما تسمحش لغيرها يحس بالمعاناة، ودول الناس اللي بتبص ليها على إنها بطل قومي وإنها السند للضعيف. وفعلا صدق اللي قال الشر مهما تولد منه خير هيبقى برضو شر. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي دخلنا فيها في جو الياكوزا، وشوفنا ازاي بيتعاملوا وازاي بيعيشوا في عالم مظلم وقذر جدا، واللي بيدخل فيه وبيحاول يلعب بديله بيدفع التمن غالي قوي، وكل حد بيمشي ورا مصالحه وكلام العيلة والولاء ده كله كدب في كدب. إنما النفوذ والقوة والهيمنة هي اللي بتفرض نفسها، وزي ما بيقولوا البقاء للأقوى. فما تلعبش بالنار وما تفكرش في حاجة زي كده، ده طريق ليه أول لكن ملوش آخر. وما تخليش جماعات الفساد وأصدقاء السوء يدمروا حياتك، وما تخليش الفلوس تام عينك. شاركوني أصدقائي إيه تحليلكم للياكوزا، وبتعتقدوا فعلا إن هي مافيا الشر والخير، وإيه تفسيراتكم للمساعدات اللي قدمتها، وهل فعلا بتتفقوا مع كلام المؤلف ميازاكي ولا الصحفي تومو هيوكو. كنت معاكم وأنا هاجر عبد القادر في التقديم، في حلقة من إعداد نورة حمزة، إخراج أحمد ماهر. وما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم، وشاركوا الحلقة مع أصحابكم. استنوني الحلقة الجاية، مع السلامة.